أعرف عن نفسي الكثير. أنا فتاة إنسان يتظاهر إنه على قيد الحياة. أنا يونس في بطن حوت كافر. أنا الذي ينتظر لحظة الإظلام الأخير. يحيى، أنت كده كملت 5 سنين انقطاع عن العمل. يحيى، أنت كنت فين ال5 سنين اللي فاتوا دول؟ ولا أنت اللعب نساك الطب؟ إيه رأيك في 8 غرب؟ 8 غرب النهاردة أقوى سجن متأمن في مصر. دكتور يحيى راشد، حاجة تليق كده بمتهمين جرائم نفس؟ أقل واحد فيهم قتل عيلته كلها بدم بارد. شريف، 10 سنين تقريبا ما تعملناش، بس تصدق لاقي عليك الجو الجديد ده، قصة الشعر والتاتو. انت لسه بتحبها؟ انا على قد ما حبيتها كنت داخل على جواز، على قد ما صعبت عليا انها اختارت واحد زيك. مين لبنى دي؟ بتشتغل ايه؟ تاجر بغار. مين قتل بسمه شريف؟ اسال شريف. انده امك بايه؟ البني ادم ده مش طبيعي خالص، عنده تاتو وعاوز يشيله في ساعتها. احكي لي عن اسود حاجه في يس. جبت القميص. مدفوع. احكي من ورا لقدام. حصيلت 2 يوم بس في المستشفى، حققت مع صديق عمر متهم في جريمة قتل. طردني كلب اسود في احلامي، وفتحت تابوت رقدة في قصة حب ماتت من 10 سنين.